السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد. أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض شابتر 4 أو الفصل الرابع Our Community، مجتمعنا، من المحور الأول Who am I أو من أكون، كتاب Discover، اكتشف، منهج Primary 1 أو الصف الأول الابتدائي. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكوفر واكتب ورايا وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين قدامنا ده Who am I؟ من أكون؟ المحور الأول Chapter 4 Our Community، مجتمعنا، المجتمع بتاعنا. ونتنقل البيج الأولانية في Chapter، وهي Page 55 1 1 كالآتي: Our Rights. Our Rights يعني حقوقنا، Right يعني حق، يعني الشيء اللي من حقك ان انت تحصل عليه، الشيء المفروض تحصل عليه. وقبل ما نتكلم في أي حاجة خاصة بحقوقنا، لازم نعرف إن إحنا في حاجة، إحنا جزء من حاجة اسمها المجتمع أو الكوميونيتي. المجتمع أول حاجة فيه أو أول جزء فيه هو أنت، وأنت جزء من حاجة اسمها الأسرة، الفاميلي، اللي هي أسرتك، اللي هي باباك ومامتك وإخواتك. والأسرة دي جزء من مجتمع أكبر، وهو الحي اللي أنت ساكن فيه. والحي اللي انت ساكن فيه جزء من مجتمع اكبر، وهو المحافظة اللي انت فيها او المنطقة اللي انت فيها. والمكان اللي انت ساكن فيه او المحافظة اللي انت ساكن فيها جزء من مجتمع اكبر، وهي البلد بتاعتنا، بلدنا. حتى البلد بتاعتنا جزء من مجتمع اكبر، وهو العالم كله او الكرة الارضية. والمكان اللي احنا ساكنين فيه جزء من مجتمع اكبر، اللي هو بلدنا او البلد اللي احنا عايشين فيها. فالكوميونيتي هو المجتمع. المجتمع ليه أشكال مختلفة، في مجتمعات صغيرة زي الأسرة وزي المدرسة، وكل مجتمع جزء من مجتمع أكبر منه زي ما قلنا. فلازم نبقى عارفين ده وفاهمينه كويس. Our rights يعني حقوقنا. الحقوق بتاعتنا هي الحاجة اللي احنا من حقنا نحصل عليها واحنا في المجتمع بتاعنا أو في الكوميونيتي بتاعنا. فهنا الدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول trace، تتبع، the words below، الكلمات المكتوبة بالأسفل، write the first letter of your name in each box، اكتب أول حرف من اسمك في كل مربع من المربعات دي. This shows، ده بيوضح you agree with the right، ان انت موافق على الحق ده. فهو هنا بيقول لك هنكتب اول حرف من اسمنا هنا في المربعات دي، وده بيوضح ان انت موافق على ان الحقوق دي فعلا من حقوقنا. We have the right to، احنا لينا الحق فيه. وهو كتب لك هنا اول حاجة be safe. be safe ان احنا نكون امنين، ان احنا نكون عايشين في امان. فلازم نبقى عارفين ان احنا we have the right to be safe. قولوا ورايا مرة كمان we have the right to be safe، احنا من حقنا ان احنا نعيش في امان. مرة كمان we have the right to be safe، احنا من حقنا ان احنا نعيش في امان. تاني كلمة مكتوبة هي learn، التعلم، ان احنا من حقنا ان احنا نتعلم. يبقى we have the right to learn، من حقنا ان احنا نتعلم. قولوها ورايا تاني we have the right to learn، من حقنا ان احنا نتعلم. مرة كمان We have the right to learn، من حقنا ان احنا نتعلم. وفي جملة تالتة مكتوبة وهي share ideas. share ideas يعني نشارك افكارنا، نقول رأينا بصراحة من غير ما نخاف، طالما رأينا ده ما بيهنش حد، ما بيضرش حد، وما بيأذيش اي حد. فمن حقنا ان احنا نقول رأينا، share ideas، نشارك افكارنا. يبقى من حقنا ان احنا نشارك أفكارنا. We have the right to share ideas. We have the right to share ideas. We have the right to share ideas. وزي ما قلنا هنكتب أول حرف من اسمنا في كل بوكس من دول علشان نوضح إن احنا موافقين إن الحق ده من حقوقنا. والكلمات الجديدة في البيج هنا rights يعني حقوق، our ملكنا،
our rights حقوقنا trace تتبع the words below الكلمات المكتوبة بالأسفل write اكتب the first letter first يعني الأول letter يعني حرف of your name من اسمك in each box في كل صندوق box صندوق this shows ده بيوضح you agree ان انت موافق agree يعني موافق with the right على ان الحق ده من حقوقنا وبكده نكون انهينا page 55 ونتنقل للبيج اللي بعد كده وهي page 56 وعنوانها كالآتي rules rules يعني قواعد ورول وحدها بمعنى قاعدة rules هنا بتيجي بمعنى الالتزام بالقواعد ولازم نبقى عارفين يا أصحابي قبل ما نبدأ في شرح البيج دي ان rules help the community stay safe and peaceful يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده rules يعني القواعد help the community بتساعد المجتمع stay ان يظل safe ان يكون امن and peaceful وعايش في سلام فدايما يا اصحابي لازم نبقى فاهمين ان الرولز معمولة علشان تخلي المجتمع يعيش في امان وبالتالي احنا كمان نعيش في امان ونعيش في سلام اللي هو البيسفول البيسفول اللي هو السلام فلازم نبقى فاهمين ده الرولز مش معمولة علشان تضايقنا الرولز معمولة علشان تخلينا نعيش في حياة شكلها افضل ونعيش في امان ونعيش في سلام stay safe and peaceful والدايركشنز بتاعت البيج دي بتقول draw ارسم a smiley face وجه مبتسم smiley جاية من smile يعني يبتسم smiley مبتسم face وجه in the circle في الدائرة if the student لو الطالب if لو the student الطالب is following the rules بيتبع the rules التعليمات is following the rules يتبع التعليمات draw a frowning face frowning يعني عابس frowning يعني عابس يعني متضايق يعني حزين draw a frowning face يعني ارسم وجه عابس in the circle في الدائرة if لو the student is not following the rules لو الطالب مش بيتتبع التعليمات مش ماشي على التعليمات بشكل صحيح يبقى نقولها مرة تانية draw a smiley face in the circle if the student is following the rules ارسم وجه مبتسم في الدائرة لو الطالب بيتتبع التعليمات وماشي على التعليمات بشكل سليم draw a frowning face in the circle if the student is not following the rules ارسم وجه عابس في الدوائر دي او في الدائرة الخاصة بكل طالب لو الطالب ده مش بيتبع التعليمات وزي ما احنا شايفين هنا في مجموعة من الصور لمجموعة من الستودنتس وكل صورة فيهم جنبها circle دائرة هنرسم فيها وجه مبتسم او وجه عابس لو الصورة بتدل ان الستودنت ده بيتبع الرولز او following the rules هنحط وجه مبتسم لو الستودنت is not following the rule هنرسم frowning face او وجه عابس ونبدأ بأول صورة وهي فيها student نايم في الفصل الطالب ده أو student ده is following the rules ولا not following the rules التعليمات أو rules بتقول إن هو ينفع ينام في الفصل ولا لأ شاطرين he is not following the rules ما بيتتبعش التعليمات وهو بيعمل حاجة غلط فهنرسم هنا frowning face أو وجه عابس هنا في two students بيلعبوا بالمكعبات وبيعملوا عمل جماعي وبيتعلموا حاجة جديدة فهنا الستودنتس بي following the rules ولا not following the rules yes they are following the rules هم بيتبعوا التعليمات يعني هم شاطرين وماشيين على التعليمات بشكل سليم فهنرسم هنا smiley face نوصل للصورة الثالثة هنا طالب شاطر ومجتهد و he raise his hand يعني هو رافع ايده علشان يسأل او يجاوب اجابة على سؤال معين فهو هنا بيتبع التعليمات he is following the rules
ولا he is not following the rules؟ شاطرين، he is following the rules، هو بيتبع التعليمات، يعني هو ماشي صح، يعني هو شاطر. يبقى هنرسم هنا smiley face. الصورة الرابعة لاتنين من الطلبة بينظفوا مكان الرسم بتاعهم في الارت روم او في حجرة الرسم. فهم هنا بينظفوا الكلاس بتاعهم او الارت روم اللي هم كانوا بيتعلموا فيها الرسم. فهم دول بيتبعوا التعليمات، they are following the rules ولا they are not following the rules؟ شاطرين، they are following the rules، هم بيتبعوا التعليمات، هم شاطرين وحلوين. فهنرسم هنا smiley face. في صورة لتراش وزبالة وقاذورات مرمية ومش موجودة في الباسكت بتاع الزبالة. فهنا الستودنت أو الستودنتس following the rules ولا they are not following the rules؟ طبعا ده not following the rules، لأن هنا بيوسخوا الدنيا وبيأذوا المجتمع، بيأذوا الكوميونيتي، وبالتالي they are not following the rules. وهنرسم هنا frowning face أو وجه عابس. وآخر حاجة هنا في الكلاس، في مجموعة من الستودنتس مش مركزين وبيلعبوا، في واحد فيهم بيرمي حاجة. فهنا هم مش مركزين في التعليم وهم بيأذوا نفسهم قبل ما بيأذوا أي حد تاني. فهنا هم they are following the rules ولا they are not following the rules؟ شاطرين، they are not following the rules، هم ما بيتبعوش التعليمات، مش ماشيين على التعليمات بشكل صحيح. وبالتالي هنرسم هنا frowning face أو وجه عابس. وبكده نكون أنهينا شرح البيج دي. والكلمات الجديدة فيها rules يعني قواعد، draw يعني ارسم، smiley face وجه مبتسم، circle دائرة، student طالب، following يتبع، the rules التعليمات القواعد، draw ارسم، frowning عابس، face وجه عابس، in the circle في الدائرة، if لو the student الطالب is not following لا يتبع the rules القواعد أو التعليمات. وبكده نكون أنهينا page 56 ونتنقل للpage اللي بعد كده. ونوصل لبيج 57 أو صفحة 57 وعنوانها I am responsible. I am responsible يعني أنا مسؤول. responsible يعني مسؤول. I am أنا أكون responsible يعني مسؤول. وطبعا الدايركشنز بتاعت البيج دي draw a picture يعني ارسم صورة of yourself لنفسك، being a responsible community member يعني ان انت بتوضح فيها ان انت responsible community member، فرد مسؤول في المجتمع، member يعني عضو، community يعني مجتمع، responsible يعني مسؤول، responsible community member يعني عضو مسؤول في المجتمع او فرد مسؤول في المجتمع. وهنا سايب لك بوكس كبيرة او مربع كبير، مفروض ان انت بترسم فيه صورة لنفسك وانت بتوضح انت ازاي مسؤول في المجتمع. والمسؤول زي ما احنا عارفين هو اللي بي following the rules اللي احنا خدناها من شوية، الشخص الشاطر اللي بيتبع التعليمات، علشان ال rules زي ما قلنا بتهلب ال community to be safe and peaceful، بتساعد المجتمع ان هو يبقى سيف يعني امن، وبيسفول يعني بيعيش في سلام او في سلام. فهو هنا انت هترسم صورة لنفسك وانت بتعمل عمل صحيح وبتتبع التعليمات المفروض او القواعد المفروض ان انت تتبعها بشكل سليم، سواء كنت في المدرسة طالب مجتهد ومنتبه وبتتبع الرولز، او في البيت وانت بتسمع كلام ماما وبابا وتتبع برضو الرولز اللي بتتقال لك في البيت. فانت هترسم هنا صورة بتوضح ان انت بتساعد الكوميونيتي او المجتمع اللي انت جزء منه، سواء كان البيت اللي هو الاسرة او السكول اللي هي المدرسة او حتى الكنتري البلد اللي احنا فيها، بتساعد فيها ان انت تخلي المجتمع افضل عن طريق ان انت بتتبع الرولز او القواعد وما بتهملهاش،
وده بيخلي في الآخر المجتمع safe يعني آمن and peaceful يعني عايش في سلام. وفي آخر البيج هنا مكتوب complete. complete يعني أكمل. the sentence الجملة I can, وهنا بتقول I can يعني أنا أستطيع. أنت تستطيع إيه؟ I can help, أنا أستطيع أن أساعد. ما تقولش أنا صغير أنا مش هقدر أساعد، لا أنت تقدر تساعد بأن أنت تبقى فرد أو عضو مجتهد وشاطر، أن أنت تكون responsible community member يعني فرد مسؤول في المجتمع. أن أنت تبقى responsible community member أنت هتساعد أن المجتمع يكون أفضل لما تبقى فرد مسؤول في المجتمع. وهنكتب هنا I can، هتكتب هنا help، أنا أقدر أساعد، help يعني أساعد. فإن أنت هتقدر تساعد مجتمعك إن هو يكون مجتمع أفضل بإن أنت following the rules أو إن أنت تتبع القواعد بشكل سليم. وفي الختام أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول. وأتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم إنك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لأصحابك حتى لو في الفيسبوك أو الواتساب. وخليك متأكد إن في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وأنت مش هتخسر أي حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.